الآن إلى مراكش، حيث تتواصل فعالية المؤتمر الدولي حوارات أطلسية. تفاصيل اليوم الثاني مع مفادينا أنوار الكحل. في هذا اللقاء الدولي الذي يستضيف أكثر من 400 متدخل وضيف من أكثر من 80 جنسية عبر العالم، معي السيدة مونيا بوستا الباحثة بمركز السياسات لأجل الجنوب الجديد. أهلا بك السيدة مونيا. بداية، ما هي أبرز مضامين والخطوط العريضة لهذا اليومين من خلال هذه الحوارات الأطلسية هنا بمراكش؟ هناك يعني كان مجموعة المواضيع التي طرحت واللي كتهم يعني كل الاهتمامات التي تخص الجنوب، دول الجنوب، وفيما يخص الرهانات الاقتصادية الاجتماعية وأيضا السياسية والبيئية. فيعني كان هناك مجموعة من الخبراء اللي أعطونا مجموعة من الأفكار والتقارير التي تفيد كيف يمكن أن نسير التطور والتنمية على مستوى الدول، خاصة الدول التي في طور النمو على مستوى الجنوب، وكيف يمكن تفعيل الشراكات، كيف يمكن أيضا رفع التحديات، وكيف يمكن أن يساهم الشباب في هذا التحول المهم للدول. السيدة مونيا بوستا، كيف ستساهم مضامين هذه الجلسات وهذه النقاشات في هذه الدورة في تنزيل أو بلورة رؤية الملك محمد السادس حول دعوته إلى الحوار الأطلسي من خلال خطاب المسيرة الخضراء 48؟ بالفعل كل الحوارات التي كانت وكل المواضيع التي أثيرت أبنت عن ضرورة أن يكون هناك واحد التعاون الذي يهدف إلى التنمية، لأن بدون تعاون وشراكات لا يمكن أن يعني نحقق كل الأهداف المحددة فيما يخص التنمية. فبالفعل فكرة ودعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فيما يخص أن يكون هناك يعني منظور أطلسي يهدف إلى التنمية والشراكة، يعني وضع كمحور أساسي يمكن أن يفعل أو يعني يكون هناك مجموعة ديال المبادرات التي تهدف إلى ذلك، وأنها ستكون قيمة مضافة لكل المبادرات الأخرى، لأننا نعرف أن هناك مبادرات جهوية أو مبادرات على المستوى الإفريقي، فدائما الهدف هو أنه تعزيز تأتي بقيمة مضافة فيما يخص التنمية. وهناك جانب الاندماج طرح بشكل مهم فيما يخص الاندماج الاقتصادي أو الاندماج على المستوى الطاقي، على المستوى البنية التحتية، فهذه كلها من بين المحاور التي يمكن أن تساهم في ذلك. سيدة مونيا بوستا، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، وعودة إليكم في الاستوديو بطنجة.